Buenas noches, buenas tardes. Sabemos la clase de torneo que vamos a comenzar a disputar. Sabemos la clase de equipos que están en nuestro grupo. Y por lo tanto sabemos de que debemos dejar todo de nosotros para lograr conseguir pasar a la siguiente ronda. Venimos de una victoria, lo local, que siempre ayuda a nivel de confianza. Y bueno, y consideramos que estamos preparados para, por lo menos, para iniciar esta fase de grupo. زي ما قال مستر مارتن مش هزود، احنا عندنا عارفين بكون عندنا ضربه البدايه لبطوله افريقيا. المباريات اللي على ملعبنا يعني مهمه جدا ان انت تبدا بدايه كويسه، خصوصا لو على ملعبك. ثلاث مباريات اللي على ملعبك بيبقى مهم جدا ان انت تاخد الثلاث نقط في كل مباراه. هو قدر النادي الاهلي دايما ان انت بتلعب على البطوله، فبالتالي المباراه الهدف منها بالنسبه لنا واضح جدا. حريصين ان احنا نبدا بدايه تسهل علينا البطوله السنه دي، لان البدايات دايما بتسهل عليك مشوار البطوله وبتدي رسائل لكل المنافسين ان انت جاي بقوه يعني. فبس شكرا. Bueno, sí, hemos visto imágenes, hemos visto vídeos del rival, lógicamente. Ayer compartimos con los jugadores pequeños lapsos de partidos para que... Para ver algunos detalles positivos igual que de los otros. Hoy lo vamos a volver a hacer después de la cena. Sabemos que el Vita es uno de los equipos más importantes de su país. Incluso que ha sido campeón en su momento. Así que bueno, es un equipo lógicamente a considerar. No me gustaría hacer una valoración individual, pero tiene algunos jugadores muy importantes. Pero bueno, como dijo Dami muy bien, somos locales. Es el debut. Tenemos que empezar muy fuerte y estamos con la ilusión de poder hacerlo bien. Me dijo algo de la lista también. Ah, sí. No sé qué pregunta tiene de la lista. Nosotros de la lista que teníamos, la lista que ya estaba. كان في معانا لسه للعيبه اللي في اللسته الافريقيه. Teníamos todavía algunos lugares. عندنا لسه في اماكن لعيبه ثانيه. Hemos agregado رمضان. احنا زودنا في اللسته رمضان. ياسر. ياسر. يا حسين. وحسين. حسين اتفضل. طبعا اكيد بنتمنى كل التوفيق للفريق.
انا شايف الجمهور دوره اساسي بالنسبه لنا، واحنا من اكتر الفرق المتضرره بعدم وجود جمهور سواء في الدوري او عدد محدود في افريقيا. معروف جدا النادي الاهلي هو اقوى قوه جماهيريه يمكن في افريقيا كلها، فحرمان النادي الاهلي من جمهوره بيبقى امر صعب جدا. مش معنى ان احنا بقالنا فتره طويله بنلعب من غير جمهور ان احنا الموضوع بقى بالنسبه لنا عادي. الموضوع مش عادي، الموضوع مهم جدا للعيبه ومهم جدا لاكتمال شخصيه اللاعبين. محتاج اوصل الرساله دي للناس المسؤوله عن قرارات حضور الجمهور، لان لو احنا حريصين على شخصيات لعيبه النادي وشخصيات لعيبه مصر عامه لان ده هيفيد المنتخب، لازم الجمهور يكون موجود، لان الجمهور عنصر مهم جدا لتكميل شخصيه اللعيب. دي حاجه. زائد ان للاسف ما كنتش حابب ان انا اقول كده، انما في بعض الناس بتستبيح عدم وجود الجمهور، فبالتالي بقى بتستبيح حق النادي الاهلي بمنتهى السهوله. بقينا بنشوف ده على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي. انا مش بقول ان لازم الجمهور يرجع عشان ناخد حقنا، هو طبيعي ان احنا ناخد حقنا، مش طبيعي ان انت لازم يبقى في جمهور عشان تاخد حقك. فاعتقد ان 10,000 في استاد زي برج العرب مش عدد كافي، مش عدد كافي للمؤازره بشكل يعني ملموس. بس اتمنى ان هي تبقى خطوه. خدنا كاس الامم الحمد لله، فاعتقد ان قريب قوي الاستاد هنشوف جمهور النادي الاهلي مال استاد برج العرب او القاهره في كل المباريات سواء محليه او افريقيه. يعني اللعيبه المصابين طبعا ما بيقدرش يلعبوا، عشان كده في لعيبه ثانيه بتلعب، الولاد بينزلوا يلعبوا. لامنتابلمنتي يعني نوتان للاسف غياب اللعيبه بيحصل له اصابات. فور ماس هيستوريكوس او امبورتانتي كيسيان نو بوين ستار. بيحصل له اصابات طبعا، هم متغيرين عن ماتشات. Estamos haciendo todo lo posible para que se recupere lo antes posible. Lo antes posible. Y mientras tanto, bueno, competir con la gente que está sana, ¿no? Que está. Estamos intentando que el Mongolín, 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 que el M